والأطيب دائما بتجدد وبحلقات جديدة غير شكل. واليوم كمان ضيفنا الشيف وائل حيدر، نستقبله لمرة تانية. أهلا وسهلا فيك شيف وائل. يعني وين أحلى، لبنان أو ستراسبورغ؟ لحد هلا لبنان أفضل كل شيء. طبعا أكيد. أهلا وسهلا فيك شيف وائل، اليوم من المطبخ العالمي. كمان الشيف وائل رح يعطينا طبقين غير شكل، طبقين عالمي. خلينا نشوف المكونات الطبق الأول ونرجع نحن وياكم. مكونات لفائف دجاج بالهليوم: 600 جرام صدر دجاج، 200 جرام هليون أخضر معلب، 200 جرام كريم حيواني، 100 جرام فستق حلبي، 100 جرام طحين، 100 جرام زبدة، 50 جرام بقدونس، بيض عدد 3، مرقة الدجاج حسب الحاجة، ملح حسب الرغبة، وفلفل حسب الرغبة. لكن شيف وائل بيانفينو. مرسي. أهلا وسهلا فيك. مرسي. بدنا نبلش نحن بالدجاج. طبعا نحن ما اسمها بالفرنسي هي بوبيد بولي فخسي على صوص مسلين، يعني شرائح لفائف أو شرائح. لفائف أول شيء من شرائح الدجاجة مثل ما شايفين هون شرحناها. صدر الدجاجة. ممكن كمان الدقة ست البيت أو مثلا طبعاً فيها بس تقصة اثنين والدقة بعدين إذا في عندنا دقة وبنحشيها بالصوص اللي رح نحضرها صوص المسلين. وين؟ فينا نذكر إنه صوص مسلين فيها اسمها مسلين وهي في إلى باز قاعدة، يعني القاعدة فيك تحطيها مثلا فيك تحطوا فيها دجاج فاد فولاي، يعني سودة الدجاج. فينا هي نفسها هي زيت هيدي الطبقة. نعم. نعم. نحشيها نحشي بقلبها صودة الدجاج. نعم. بس بما انه ما بيتناسى الاسبرج وصودة الدجاج مع بعضها ما حطيتها اليوم، ما اخترتها. اخترت انه كمان فولاي فيها تحط داند، يعني حبش. حبش نعم. وكمان مع الاسبرج. عزم. حبش مع الاسبرج. كثير طيب، يلا. هلا. شو بدنا نساعدك، نحن جاهزين شيف وائل. نبلش. اصلا اول شيء بدنا هون طبعا. كيف هيدي صارت مثل الرغيف الخبز لحتى نحشيها. حنبلش انا بالصوص مسلين. بالصوص مسلين. بالكنون. يلا. يلا. يلا هيكين هون نحن. بالفود بروسيسور رح نبلش نجهز. اوكي اوكي نحط لك بالفود بروسيسور الحبش بدنا ننعمهم. عظيم. بدنا نضيف له شيء كمان، بنزيد له زلال البيض. اوكي نعم لكن بياض البيض، ونزيد الفستق، فستق الحلبي الاخضر، وملح. اوكي وكمان فلفل. والفلفل تطفي. هون لكن الملح والفلفل وشوية بقدونس برسيل. برسيل بالآخر بنحطه. أوكي. هلا بنمزج هيدول مع بعضهم. أوكي. عظيم. كمان بهالوقت نحن نبلش نجهز الصلصه طبعا اذا بنحب. تفضل شيف وائل. هيدي هون. اوكي هون لكن نحن عم نطحن هالمزيج كله مع بعضه البعض. هون قلنا لكن الحبش، ممكن كمان نحط دجاج كمان اذا ما عندنا حبش، الفستق الحلبي وزلال البيض والملح والبهار. بدو يكونوا ناعمين؟ ناعمين لحتى يعطينا مزيج بيان هوموجين، يعني كثير متناسق مع بعضه. اوكي. هون نحن كمان بهالوقت نحن عم نبلش نجهز. فينا نفتح ال اوكي الكريمة فوقها. يس. نحط البقدونس والكريمة. اوكي. إذا فينا نفتحها.
ورق. هون لكان شوية بقدونس مفروم يعني. وكمان رح زد لها شوية كريم حيواني. ونخلطهم مع بعض. وهلا خلطة أخيرة. هلا شو رح زد لها شيف وائل؟ رح زد لها أسبرج هو الهليون. الهليون. زيت عادي ما كان عم يزيد ساعة بدك الأشياء. أوكي. خلص. هون كمان. وصلنا على صوص بيان موجين مثل ما شفتوا لونه هيك على خضار. بعد الأليكيل كثير بيطلع لونه حلو بعد الاستوى. تفضل شيف وائل. ميرسي. وهون كمان ملعقة لحطيك ملعقة. ملعقة بليز. تفضل. شكرا. بهالطريقه لكن صار عندنا على الحشوه المميزه بقلب صدر الدجاج بتعطينا نكهه ومذاق رائع جدا. يعني لون الفستق والبقدونس والهليون بيعطيها النضار. هلا اللون الخضار فعلا حلو. عن جد كثير حلو. وهلا بس تشوف بس نلفها بتعطي مثل كانها ساندويتش. والشكل بيجي بيطلع بقلبها مثل طريقه الاسكارجو. أيوة. او طريقه الاسكارجو. عظيم. هون عظيم. هيدا حضرنا اول وحده. نعم اوكي. كفينا كانه صدر دجاج هيدا يعني فينا طبعا نقدمه لشخص واحد. يلا كمان فان وحده على السريع شيف وائل تنروح على فاصل اعلاني ونرجع نحن نفرجي كيف المشاهدين كيف نعمله. عظيم. اوكي. Very good. هيدا حيكون لها مذاق وقرشة رائعة جدا غير جدا. شكل مع الصوص طبعا. غير شكل. ولا. عظيم. Very good. ونحن لكان بهالوقت كمان مشاهدينا رح نروح لفاصل اعلان صغير ونرجع معكم انطرونا. عودة من بعد الفاصل مشاهدينا وكمان ضيفنا الشيف وائل حيدر. اهلا وسهلا فيك. من ستراسبورغ على بيروت. بيانفينيون كمان على جديد. ميرسي. هلا نحن بدنا نشوف طبق الدجاج اللي نحن حطينا على المرسلين اللي هي الدجاج او الحبش. حطينا الفستق مع اسبير وفستق عليون عليون فستق وسلق البيض والكريم وشويه ملح شويه بهار. عظيم. نحن هون نحن جهزنا لك المخلات بدنا نقليها مع شويه زبده وشويه زيت لانه اذا خلينا زبده لحال بدها تحترق. تريبيا هون لكن نحن شويه زيت نباتي هون كمان كمان شوي زبدة لكن هون نحن مثل ما ذكرنا الزيت تحت يعطي طعم الزبدة مع الزيت تعطي طعم طيبة وما تحترق الزبدة. ليه ما بنحط زيت مع الزبدة هيك تعطينا طعم طيبة وما بتحترق الزبدة. عظيم. هون نحن لازم كمان نعطيها كلر كثير حلو. ونحن اكيد جهزنا جاط عازل للحراره. الفرن عندنا حميناه على درجه تقريبا 180 ل 200 درجه فينا نحميه لحتى نستوي بعدين هالدجاج او لفاق الدجاج محشي بالحشوه الخاصه. وبهالوقت كمان رح نروح لفقره كيف الرشيقه لنشوف اليوم شو في عندنا رشيقه ونرجع نحن نلاقيكم. حركتنا لليوم هيدي الحركة كتير دقيقة ولازم ننتبه نحن وعم نعملها. هي حركة كرمال المؤخرة أكتر شي والفخاد لينشدوا. أهم شي يكونوا إجرينا واسعين عقد الخصر. وقتين مننزل كأنه عم ننزل نقعد على كرسي ورا. الكرسي فيها تكون خيالية أو فيها تكون موجودة. الهدف من هالتمرين ننتبه كتير على ركابنا أنه ما يسبقوا بوز الإجر ابدا، لازم يكونوا لورا. وقت اللي بننزل رح نحس بالضغط بمنطقة المؤخرة والفخاد. نرجع نطلع ونحن وعم نطلع بنشد المؤخرة وبنشد الفخاد من ورا. فينا نعيد هيدي الحركة 30 مرة بالنهار. ننتبه نشرب كثير مي وللأشخاص يلي عندهم مشكلة ركب أو ظهر، ما في مشكلة إذا عملوها صح، بس ينتبهوا كثير
على الملاحظات اللي عطيناها. شكرا لفانيسا خصوب دائما على المعلومات الحلوه، وخاصه لستات البيوت بيقدروا يعملوا هالرياضه بالبيت، يكون حد منهم كنبيه او صوفا ويعملوها سبورت تقريبا 5 دقائق ل 10 دقائق ويحصلوا على رشاقه غير شكل. بنرجع لرشاقتنا نحن هون بالاستوديو مع شيف وائل كمان، الدجاج على النار. الدجاج على النار هون بدنا نقلبه شيء بعد او صار اللون طبعا صار اللون كثير منيح. بنجيب بس جات العزل على الحراره مع شويه مرقه بقلبه لحتى لما يحترق اذا حطيناه بصير يحترق. بيعطي بروتكسيون بس بس يجي واحد من برا طبعا ساكازوي هون. لكن نحن الدجاج لكن هون بضغط عازل للحراره واكيد فعلا ريحه على شكل شكل جميل وشقار فرنسي سمار فرنسي عظيم. هون لكن نحن صار عندنا اكيد نحن حمينا الفرن كثير منيح وكمان نحن شفناه بهلا بالصوص. اوكي يلا انت نساعدك ندور تحتها شوية زبدة. اوكي هون نحن شو رح نعمل تنفسر شوي للمشاهدين؟ هون بدنا نعمل الصوص تبعها لحتى هي بتتاكل مع الصوص، صوص كمان ابز اسبرج يعني او على مع الهليون يعني. ايوه مع الهليون. كمان هون نحن لكن حطينا زبده، كثير المطبخ الفرنساوي بيستعمل زبده وكريمات حتى يطلع عنده نكهه المطبخ تبعه طيب، يعني طبعا بينتبه هو من المطابخ الدسمه من المطابخ العالميه الدسمه المطبخ الفرنسي. اي طبعا كثير بيستعمل الزبده. اوكي الزبده لحتى تذوب. اوكي هون هون لكن نحن رح نرجع نضيف كمان الهليون فوقه. عظيم هون دابت الزبده. اوكي تبع لكن هون حتى ما يحترقوا اذا بدهم يحترقوا. اوكي ولا بنضيف طحين بنعمل مثل الروب. اوكي والمرقه رح نحط اكيد دغري المرقه. ايه مش لازم تاخذ لون لانه هيدي مثل فيك تقول انه صوص بيضة منا صوص صوص بيضة مش لازم تكون كثير كثيفة. ايه مزبوط عظيم. لكن نحن بهالوقت كمان عم جهز هالصلصة، خلينا نشوف مكونات الطبق الثاني. مكونات سبيتشيلا 200 جرام طحين 150 جرام ماء 50 جرام زبدة بيض عدد 2 جوزة الطيب رشي وملح حسب الرغبة. لكن شيف وائل بدك تشرح لنا هي السبيتشيلا. هيدي كلمة مش فرنسوية، هيدي كلمة هي ألزاسية، ألزاسية كانت تبع ألمانيا، احتلت من قبل ألمانيا 3 مرات، رجعت فرنسا استعادتها بعد حروب دامت كذا سنة، كذا 100 سنة. وصار عندهم صار يحكوا تقريبا ألزاسي في لغة هي ثانية تبع الألماني، يعني مثل ديالكت ألماني. سبيتشيلا هي مثل اصابع صغيره. نعم كل شيء بينتهي بالاخر باللو يعني صغير. لو مانولو في في ديسير اسمه مانولو يعني ان بيتيت بيرسون يعني كل شيء بالاخر. فرجينا لو يلا هون لكن نحن هون شو صار عندنا هون كمان هون نحن صار عندنا الصوص. اوكي هالصوص صوص اباز داسبيرجا. اوكي هون زبده وهليون وطحين. اها فينا نضيف فوق المرقه مرقه دجاج كثير. اها عظيم بدنا هيدي صار جاهزة بدنا نغليها شيء او بس بدنا نزيدها شوية بقدونس عليها. اوكي وبدنا نبلش كمان بالسبيتشيلا. بالسبيتشيلا اي هلا بنشوف كيف بتطلع السبيتشيلا على الطريقة الألزاسيان. يعني فعلا على شكل اصابع. هي عجينة رح تكون بشكل الاصابع. هي ايه مثل عجينة، هي مثل باستا يعني. بس بتتاكل بتتقدم، هيدي اكل بتتقدم مع كل شيء، كيف الرز بنقدمه مع كذا طبق، وهيدي السبيتشيلا بتتقدم كمان مع كذا طبق. عظيم هو مثل النشويات يعني. انا هون كمان شيف وائل بدي احب اذكر المشاهدين انه شيف وائل من الشباب اللي انطلقت معي من زمان بالمصلحه وكان من تلاميذ الشاطرين وهلا صار بفرنسا. وهلا كمان صار عنده مطعم، بوجه له تحيه كثير كبيره. بوجه تحيه للسلطان مهر عيد. مهر عيد وكمان بدك تسلم لي على الدكتور ايلي طحشي بفرنسا بستراسبورغ. طبعا بس تشرفنا بنعمل لك بوجه له تحيه كثير كبيره من القلب للقلب. اهلا وسهلا عظيم. هون
هذه كمان حتى تعطي لون اخضر. اوكي. وكمان مثل ما قلنا انه الطعمه كمان بتتمزج مع الاسبرج. عظيم. هيدي لكين هون نحن هالمزيج كله مع بعض البعض. وهون نحن هلا بهالوقت شو رح نعمل شفوال؟ انا لا هيدا بقى اخر شيء بنعمله. وانا هون رح جهز كمان البلندر تحت بعدين. ايوه. نعمها مضبوط. تطلع مزيج كثير اوموجين. عظيم. هلا شيف وائل شو بدنا نعمل؟ هلا رح نبلش نباشر بالسبيتشولا. سبيتشولا حلو. هيدي هون اكيد عجينه خاصه 100% اكيد بتتاكل مثل ما قلنا على طول مثل اكومبانيومون يعني مرف على لكل الاكلات اذا بدنا. عظيم. مع لحمه ومع الدجاج. يعني هي رح تكون مرافقه مع الدجاج طبعا. فينا ناكله مع الدجاج طبعا، فينا ناكله مع لحمه، فينا ناكله مع فو يعني مع عجل. عظيم. ناخذ شوية ملح. انا هون كمان بهالوقت رح اطحن لك الصلصه ليكون عندنا صلصه. صلصة على البلندر. نعمل كمان احنا تلقن بقلبة نيكود البيض. لكن هون احنا حطينا طحين وبيضتين. البيض عدد اثنين. اوكي. نبدأ الجوز الطيب. اوكي. وهيدي جوز الطيب. بعدين الفوف. عظيم. هون لكين نحن طحين والبيض وجوز الطيب والملح. وكمان ملح طبعا. حطينا حطينا. هيدي التوش تبع الشيف هشام. نخلطهم ملح نخلطهم كلهم مع بعضهم البعض. عظيم. هون لكين نحن نزيد شوي شوي المي لحتى تصير بشكل العجين، وكمان تكون انه مثل على اكثر مي يعني على اكثر. كمان بنزيدهم كلهم صغار. يلا هون شوي شوي. ميرسي. اوكي. عظيم. هون تنحصل على العجينه متماسكه. هي هيدي الافضل تنعجن بلا كفوف. كمان بعد مي لو سمحت. لانه الكف بلزق عليه العجين. كلهم. فكر. لازم تكون لزجه. اوكي. هون نحن الصلصه كمان تنشوف وين صارت. صارت. جاهزه. والمي عم تغلي كمان هون نحن عنا. اوكي. نزيدهم كلهم. اوكي. جبس الطيب، طحين، بيض، ملح ومي. بينعجنوا كلهم بهالطريقة لحتى يعطوا بات بس شوي مي يعني لحتى لي بس بدنا نحطهم. نحن مثل ما بيقولوا لها بالعربي الزلابي كيف كنا عاملها بالزمان بالجبال عندنا. ايوه تقريبا نفس الشيء. بس الزلابي بتتقلب بالزيت. بالزيت. هيدي بنسويها بالمي. بالمي على طريقة مثل طريقة الباستا يعني فينا نقول. 100%. لازم تكون هيك بهالرخامة. اوكي. كيف بدك تعملها بشكل كرات او بشكل هلا هيدي بنعملها بنفلش على هيدي الخشبه على الخشبه البيضاء اللي بوجنا. اوكي الخاص للخبز. نعم. وهي عاده في لها مكنه خاصه اخترعوا لها مكنه خاصه لها بس نحن انا بفضل على طول انه يكون انه ما نستعمل مكنات المستعمله على الطريقه البيتيه. على الطريقه البيتيه لانه مش حتجيب لها مكنه خاصه ما في منها هون اصلا بلبنان. لكن نحن الدجاج بالفرن الصلصه جاهزه والمي عم تغلي واكيد السباجل بدا شي ترتاح شي نريحها او لا دغري فينا نبلش فيها بالمي اللي عم تغلي تمام هون. لكن عظيم عظيم عظيم. هون نحن بدنا نمدها على الخشبه مش هيك؟ بنمدها على الخشبه. اوكي. وهيدا اذا بدك سباتول. ميرسي. وهولي كمان كفين جديد. كفين جديد. تفضل. إذا أسهل لك بدون كفوف ماشي الحال أو بدك بكفوف أصبر. أفضل الأفضل. أفضل. تعودنا على النظافة. عظيم عظيم. هلا هيدي البات. هون لكن نحن بهالطريقة مع شيف وائل. أوكي. ناخذ راس السكينة. مش ضروري تكون سكينة قوية. مسنونة تكون أكيد. مش ضروري تكون مسنونة. جست أوكي.
لكن هون الطريقة مركز شوي كيف بدنا نعملها مشاهدينا. بنحط شوي شوي. بتصير هي بتعمل مثل شعيرات. ايوه. مثل نستعملها كمش حاف على المي المغلية. وهي لحالها بتشد بصير في عندنا. وبتفور كمان على الوجه، بس تفور على الوجه معناتها مستوي. عظيم. وفينا نحط كميات او ننطر تنخلص كميه بعد كميه. فينا نحط كميات وبس نكون هي بس تكون بعد ما استويت مش رح تفوش على الوجه، اوكي. ايوه. عظيم. لكن العجين بنحطه بينزل على كعر الطنجره وبس تستوي العجينه بدها تفوش على الوجه. كمان شيف وائل مستمر بعمل هالعجينه الطيبه، رح نروح لفاصل الين صغير ونرجع معكم نكمل. وعودة من بعد الفاصل وكمان وائل حيدر شيف وائل من صريفة، هون بدي وجه تحية لأهل صريفة ورئيس بلديتها بيان سور. أكيد بدي وجه تحية للكل بنحبهم كثير، هالضيعة الحلوة اللي انبسطت فيها كثير أنا. ونحن كمان بدنا نكفي هالأطباق الحلوة، أنا هون دجاج رح نشيل الدجاج. كمان مثل ما نحن شفنا السباتسلو حطيناه كيف حطينا الطريقة كيف حطيته بالمي، هون استوى. بعدين لازم نجيب مقلاية مثل هاي ومنولي على الغاز. لكن هون نحن اوكي هون استوت الباد بقلب المي، بعدين بنولع على الغاز. يلا هون بنحط زبده بعد شوي نعملها سوتيه، يعني زبده بنعملها سوتيه. هيك صارت سباتشل جازت لعند هذا الاسم سبيتشل، يعني اللي هو انا ليك حبيت كل اللغات كل شوي الالماني. وانا كمان انا مثلي مثلك، انا صار لي 8 سنين هونيك. انا رحت ليك رحت جربت اتعلم الماني، حاولت اتعلم انا كمان بس بعد جامعتك هربان من المدرسه. انا ما حبيت بس عرفت انه كان ايش بديش ايش لبديش ايش لبديش ماري. طبعا وزير جود وجوت المورجن وجوت النخت هالقصص كلها لغه الحب بعرفها طبعا. هون كمان لكن نحن رح نشيل بنحطها. ايوه اوكي بنقليها مثل كانها بنقلي خضره او شيء معلومه. عظيم بتعطي نكهه طيبه وبدها اكيد ملح وفلفل كمان. طبعا عظيم. هون لكن نحن هون كمان صار عنا خليها يعطي لهم شعار يطلع شعار. نحن رح نسكب بهالوقت بنحضر الصحن ونسكب الدجاج قبل ما نزيد كمان الصلصة. نجيب طبق ونجيب طاولة. تفضل هيدي الصلصة هون كمان نحن طحنا لك الصوص الخضرة كلها أطباق شهية رائعة. هلا هون نحن للدجاج بدك قص الدجاج. نص الدجاج قطعتين. اوكي هيدي اللحمة هون طول لحظة شوي. لأ هيدي بتحب الألوان أنت كثير. أنا كثير بحب الألوان. إيه تمام بنأثر بالبلو بلون روج على الفرنسا. هون عظيم لكن نحن بهالوقت تفضل شيف وائل إذا بتحب كمان لو سمحت. طيب الشيف الشهر بحب يستعمل كل المعدات بعد مثل أيام زمان بحب العدة كلها بتعرفني. نستوي الكتول لو سمحت. هذا سكين من شعر كمان اذا بتحب العدة. ميرسي. اذا بلش نسكب شيف وائل الوقت بلش يداهمنا. عظيم لكن هون نحن رح نقص قطعتين من الدجاج هالالوان الحلوه والنكهه الطيبه والمميزه. عظيم عظيم. ونسكب الصوص تبعها عليها. الصوص للي نحن طحنيها تلميذ المجتهد. كمان هون كمان ما بدها هي هي هيدي صار عظيم. في تقدم على صحن ثاني او على نفس الطبق مثل اكونتينيو معه. وين بنحطه على جنبها؟ ايه على جنبها. طبق حلو كثير من الاطباق العالميه وفعلا يعني اليوم هالطبق شهي مثل ما بيقولوا. نحن بدنا نقول لك كمان شيف وائل بون فواياج. ميرسي. ان شاء الله بنشوفك قريبا بستراسبورغ ان شاء الله. وهيك تأخر علينا طبعا. لا اكيد. وهيك حلقتنا مشاهدينا خلصت اليوم وانتقانا معكم كمان بكره بحلقه خير شكل. الف صحتين والى اللقاء.